كابتن سيد، كل الشكر ليك وكل التحيه موصوله ايضا كمان لنجومنا الكبار في الاستوديو التحليلي. زي ما قلنا طبعا مباراه الاهلي والانتاج الحربي هنا في استاد السلام في الساعه 9 مساء، حضور جماهيري حتى هذه اللحظه كنا بنعمل يكون ال 5000 مشجع متواجدين كعاده جمهور للنادي الاهلي، لكن عدد قليل شويه بيحضر مدرجات استاد السلام لمؤازره فريق للنادي الاهلي. يمكن هي مرحله اولى في دخول الجمهور، بنتمنى المباريات القادمه ومع توالي المباريات ان شاء الله يكون مدرجات النادي الاهلي مليئه كعاده جمهور النادي الاهلي. لو بذكر معاك التشكيل سريعا كابتن سيد، حراسه المرمى الشناوي، خط الظهر من اليمين للشمال احمد فتحي، محمد نجيب، سليف كولوبالي وايمن اشرف، في المنتصف هشام محمد واكرم توفيق، على الاطراف اسلام محارب واحمد حمودي، وفي خط الهجوم ناصر ماهر وليد ازارو. بالنسبه لدكه البدلاء الخاصه بفريق النادي الاهلي، علي لطفي، مؤمن زكريا، مروان محسن، ميدو جابر، محمد هاني، صلاح محسن وكريم ندفد. وصل بالفعل فريق النادي الاهلي وايضا كمان فريق الانتاج الحربي كما هو متعارف قبل طبعا انطلاق المباراه باكثر من ساعه. يمكن مستر مايكل اندمان، مستر باتريس على طول بينزلوا ان هم يعينوا ارضيه الملعب. عايزين يعني نلفت النظر بس ان ارضيه الملعب بالنسبه لاستاد السلام بتبقى الامور صعبه شويه بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي بيحاول ان هو كالعاده يكون في رش لاجزاء الملعب كتسهل طبعا بعض الجمل التكتيكيه، لكن الحقيقه يمكن من خلال المباراه اللي احنا شفناها الاخيره على استاد السلام كانت بتعوق بشكل كبير فريق النادي الاهلي. الملعب عليه عدد كبير جدا من المباريات، بنتمنى النهارده ان شاء الله تكون ارضيه الملعب يعني مجهزه باذن الله تكون في صالح النادي الاهلي. ثلاث نقاط هامين جدا في مشوار النادي الاهلي في الحفاظ على لقب بطوله الدوري العام، وايضا كمان في استمرار سلسله الانتصارات القويه لفريق النادي الاهلي. زي ما انت عارف يا كابتن سيد، عدد كبير بيغيب من فريق النادي الاهلي على راسهم سعد سمير، عمرو السوليه، علي معلول، ايضا كمان شريف اكرامي. يمكن عدد كبير بيغيب للاصابه وللاجهاد، تلاحم المباريات الكبير اللي احنا اتكلمنا عليه اكيد بيأثر بشكل كبير، وده اللي احنا بنشوفه في الملعب، بنفقد عدد اثنين وثلاثه من اللاعبين. بنتمنى النهارده ان شاء الله تكون مباراه جيده تليق باسم النادي الاهلي ويستمر النادي الاهلي في الانتصارات الرائعه. عوده ليك يا كابتن سيد، واكيد مستمرين معاك عقب انتهاء المباراه باذن الله.